في ناس كل ما تقربت منهم أبعدوك، وكل ما شريتهم باعوك، وكل ما راعيت إحساسهم للأسف جرحوك، وكل ما عليت من شانهم احتقروك. هالناس ما راح يقدرون قيمتك إلا إذا خسروك فعلا. يخسرونك أنت، لكن أنت ربحت شيء وايد كبير، وهالشيء هو نفسك. اعتز بنفسك، اهتم بنفسك أكثر، لأنك أنت الربحان الوحيد.